سلام البنات، كيفتوما؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. مرحبا بالناس اللي انضموا جداد للقناه ديالي. اخيرا كتب انني ندير لكم جوله في الصالون ديالي. والله الا لهادي عامين وانا كنقول اليوم غدا اليوم غدا نصور لكم. وسبحان الله اللي كيبقى يقول اليوم غدا ما كيعمل حتى شي حاجه في حياته وكيبقى ديما داكشي مأجل. فاليوم صافي خملت وكل شيء وقررت انني ندير لكم جوله في الصالون مع الاثمنه كيف وعدتكم، مع كل شيء بالديتاي 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 بالنسبه للناس اللي باغين حتى هما يفرشوا الصالات ولا باغين ياخذوا معلومات وداكشي. فنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى ما يجيكمش ممل وانتم كتفرجوا معايا. ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للاثمنه البنات، كاينين شي حوايج اللي يكونوا نقصوا في الثمن وكاينين شي حوايج اللي يكونوا باقيين في الثمن ديالهم وكاينين شي حوايج اللي غادي يكونوا تزادوا مع هاد. راكم عارفين هاد الوقيته كلشي تزاد، تقدروا تلقاو شي حوايج تزادوا. المهم انا نحاول ندور لكم على كلشي ونعطيكم معلومات على كلشي. خليكم مع الفيديو. المهم البنات، اول حاجه غادي نبدا غادي نضرب لكم دويره في الصاله، غتشوفوها كامله كيفاش دايره. وعد من بعد نعطيكم الاثمنه. بالنسبه للناس اللي مهتمين بالاثمنه المهم اللي بغاو يعرفوا الاثمنه، غنعطيكم كل حاجه وثمنها. ومن بعد غادي نجمع لكم كل شيء ونقول لكم شحال طاحت عليا بالمجموع. غير هي واحد الحاجه البنات غادي نشير ليها قبل ما نبدا الفيديو. بالنسبه للاثمنه، راه هادي عامين باش فرشت انا الصاله، غير كنت كنقول اليوم غدا اليوم غدا حتى دازت عامين عاد كتبت الصوره. فعلى داكشي ما الاثمنه يقدروا يكونوا تبدلوا دابا في السوق، وبطبيعه الحال يكونوا نقصوا على كي فصلتهم انا ولا كي خيط انا هادشي. فمهم باش نقول لكم يعني في السوق يكونوا طايحين في الاثمنه على دابا، حيتاش انا كنت عملتهم كانوا يلا خرجوا. ايوا صافي البنات، يلا دابا نضرب لكم دويره ونقول لكم كل حاجه والثمن ديالها. المهم اول حاجه نبدا لكم بها البنات هي نبدا لكم السقف وانا هابطه. بالنسبه لهذا القبس، احنا كنا صايبنا القبس للصاله والدار كامله كانت قام ب 3500 درهم شحال يا بريال، هي 70000 ريال. يعني هذا الصاله ومع هذا ومع هذا، المهم هادو كاملين كانوا تقاموا علينا ب 3500 درهم. بالنسبه لهاد الزجاجه طاحت 4000 درهم، هي 80000 ريال. قلت لكم انتوا باش تحل، هي 80000 ريال ياك. وفي هاد الضو كتبقى تبدل نتينا على حساب الضو اللي بغيتي ولا تخليه يتبدل بوحدو ولا. المهم دابا نديرو الضو اللي مفتوح باش يبيننا لي سبوت. راه معروف الثمن ديالهم لي سبوت شحال، 35 درهم الوحده. المهم هادو راه تحرقوا شويه. وصافي من بعد ندوزو للتريه. صافي هنا بالنسبه للتريا عملنا هذه البنات، الثمن ديالها 1000 درهم، يعني بالدرهم 20000 ريال. انا براسي ما كنعرفش في الريال، يعني راجلي كيقول لي الاثمنه واصلا نسيت الاثمنه غير هو كيفكرني. كنا خدينا واحد المحل ما كيبيعش التريات، يعني كيبيع لوازم ديال المطبخ ديال الدار ديال كلشي. وبالنسبه لهاد التريه كتشعل ثلاثه ديال الضوا، يعني واحد ذهبي واحد ابيض واحد مغلوق. بعد غادي نهبطوا غادي نلقاو هادو، هادي كنخداها راجلي اونلاين من 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 الفيسبوك. شحال هي مدى هادي؟ 35000. هادي 35000 هي 7000 ريال. المهم كنقول لكم بالدرهم وبالريال باش يفهموني الناس الشمال الناس الداخل. بالنسبه للاثمنه كنستعمل راجلي حيتاش انا نسيت، راه قلت لكم عامين نسيت. بطبيعه الحال دابا تكون خاصه على هكا، وكاينين بزاف ديال الشكيات. المهم بصراحه كتعجبني كتبان في الحيط واعره. هادو كنت خديتهم شيئين، هاد الفراشات ب 12 دراهم 12 درهم من شيئين. وجا الديكور ديالهم مع هاد اللعيبه جا ناضي. من هذا غادي ندوزو للريدو ديال الصاله. ها انتما كي كتشوفوا هذا سميتو شنو سميتو؟ ستون ستار ستار سميتو ستار. تا هو كنا عملناه دابا شي عام ونص ياك ايمن. تا هو الشكل ديالو كيحمق الصراحه، اصلا هادو اللي خرجوا موضه ما بقوش كيديروا هادوك ديال الريدويات وداكشي. المهم كيجي مزيون وصافي، كطلعوا من لهنايا كطلع من هاد الخيوطه هو وهادو كيطلعوا كاملين بهم. بشحال كان طاح علينا هذا؟ 450 400 4000 ماشي 400
4500 درهم شحال هي بريال؟ 90,000 ريال. انت كنتي كتقول 400 في الاول. المهم هذا ب 4000 و دابا غيكون طاح في الثمن شويه ياك. المهم غيكون طاح في الثمن صافي. من بعد هو كيجي صراحه كيجي واعر غير هي بالنسبه اللي عنده السراجم فيه موديلات بزاف. غير هي بالنسبه اللي عنده السراجم بزاف غادي يتقاملو غالي. من بعد هنايا فوق هذا الكوان حطيت هادو. هادو كيجيو ثلاثه راه تهرس لي واحد. كيجي هذا ومعه هاد الصغير ومعه واحد المواسط هادي لا ب 25 فرانك. هي شحال بالدرهم؟ 5000 ريال. هي 5000 ريال. وهذا وهادي لامبا هادي 200 درهم 20 فرانك. هادي كنا خديناها لبيت الناس ومن بعد خرجتها لهنا ما حتاج الخشب قالوا لي تمشي زعما مع الخشب وصافي. المهم خديت جوج من هادو قلت لك جوج من هادو كل وحده فيها ثلاثه ب 25. المهم كاينه هادي وكاينه اختار هي خوتو معاهم. هادو 25 وهادو 25. هادي 20 فرانك 200 درهم بوحده وهادي 200 درهم بوحده. المهم باش كنحاول نركز لكم على لي ديطاي البنات. صافي من بعد من بعد غنجيو لهنا. هادو الكوان هذا الكوان شنو سميتو؟ شنو سميتو هذا الخشب؟ لا الخشب بوليستر. هذا سميتو هذا الخشب سميتو بوليستر. شحال هادي؟ 1000 1600 درهم. شحال هي بالريال؟ 32000 ريال. الوحده يعني واحد وجوج 32000 ريال هادي و 32000 ريال هذيك 1600. حتى هو كيجي زوين صراحه غير هو المشكل ديالو ثقيل بزاف ثقيل باش تهز الحاجه من بلاصه لبلاصه عرفتو ثقيله بلا قياس. من بعد نجيب للطلامط. سكوت ماما عافاك. نجيب للطلامط. بالنسبه للطلامط هذه الاعمد هذه الحمراء هذه 35 فرانك للمتر. هادي ما لصقتهاش حيتاش نبغي زعما مع المده نبدل هاد الحمار ندير شي لون اخر يعني هادو بلا ما يحتاج نعاودو نعاود غير هادو. وهذا البيض البيض شحال؟ 26 هذا 26 فرانك. بالنسبه لهاد المخادو الاخر كيمشيو بالمترو. وبالنسبه لهادو هاد الزواق هاد المخده هادي وهادي درت غير جوج حسبهم لي 80 درهم. حسب لي هاد الزواق هاد الرشمه قال لي شمره كثر زبيده 80 درهم الوحده يعني بجوج بهم هادي 80 وهادي 80. ودابا بطبيعه الحال يكونوا رخاصو على هكا يعني بطبيعه الحال قلت لكم هادشي شحال هادي. صافي من بعد نجي لهنايا عندي هنايا غنوريكم. هنايا عامله البنات البخور جامعه هنا كاع داكشي اللي كان بخر به الدار. وعامله هنايا الفواحه. المهم هنايا البخور كي كتشوفوا كتعجبني انا البخور كيعجبني انا لا راجلي كيعجبني نسم الدار في الاخر مي كنسالي الشغل. وصافي المهم بالنسبه لهادي كانت جاتنا كادو في العرس ما عرفناش الثمن ديال هادي. بالنسبه لهاد الفواحه البنات ننصحكم بها كتحمق شراها راجلي من الفيسبوك 25 فرانك. وكيجيو معاها هادو هادي الروح ديال البارفان. كاين المهم كاين هنا ديال الفاني ديال الكوك. المهم كاين انواع انتينا كتختار اللي خاصك كتعمر هادي بالماء كتعمل قطيره من هادو وكتبقى اما تشعل تبقى تصوت اما مره تبقى تصوت فهمتوا اما تبقى مشعوله يعني ما كتوقفش من الصوتان اما كتبقى تسكت شويه عاوتاني كتصوت عاوتاني شويه كتسكت شويه كتصوت كيبقى هكا الجو ديما واحد الريحه زوينه. بالنسبه لهذيك قلت لكم خديناها من الفيسبوك. تقدروا الا ما كانش عندكم هادو كتعمل فيها غير رشيشه البارفان ديالك اللي كتعجبك وكتبقى الريحه ديالها مزيونه في الدار. وصافي هنا عامله الشميعات راكم عارفيني انا كنموت على شي حاجه اسمها الشميعات وصافي. المهم غادي ننصحكم بها الصراحه كيكونوا عاملينها في الفيسبوك. انا شريتها بفلوس ما عملالهاش اشهاري كنشارك معكم الحاجات اللي مزيونين والحاجات اللي خايبين.
صافي البنات دابا نجيو لهاد الصندريات. هادو كيعملوا 1000 درهم الوحده، كاينين ربعه يعني بربعه 4000 درهم، 20000 ريال، 20000 ريال. المهم كاينين ربعه، كاينه هادي وهادي 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 اللي حاطه عليها البخور. صافي. والطابله غيمه الطابله شحال؟ 3500 درهم. هي شحال؟ هي 70000 ريال. ندور لكم الجهه الاخرى باش تشوفوها في الضوء. انا صراحه ما بغيت نصايب فوق منهم لا لا داك ليزار ولا مانطيل ولا والو، حيت كيعجبني الستيل ديالهم والشكل ديالهم. المهم صراحه هما مزيونين، غير هي اللي قلت لكم خايب فيهم هي هما ثقالين بزاف. يعني باش تقلع هادين ما تقدرش توزع بوحدك، خاص يكون معك شي واحد. وصافي من بعد نجيو البنات للسدادر. بالنسبه للمطربه ماشي مطربه، للسداري الخشب كادري 500 درهم للمترو، 500 درهم 10000 ريال للمترو. وصافي. وهاد التكايات كيمشيو بوحدهم، وهاد التكايات كيمشيو بوحدهم 1000 درهم، يعني 20 فرانك الوحده، 20000 ريال الوحده. 1000 درهم 1000 درهم هي 2000 درهم. وصافي. وبالنسبه للزربيه، الزربيه عاد عملتها البنات اول تفريشه هي دابا. شحال تقامت الزربيه هذه ديال تركيا؟ شحال الزربيه؟ 130 فرانك. هادو ديال تركيا. مهم مزيونه الصراحه، وقال لك زعما كاليتي ديالهم مزيونه احسن من ديال كازا، حنا نشوف. وصافي هذه هي الصاله. المجموعه عماد كامله شحال طاحت؟ بالنسبه قبل ما نعطيكم الحساب نزيد نكمل لكم، بالنسبه للبونج شحال؟ 3000. تقامت علينا الصاله كامله 3300 درهم. يعني شحال كندير المترو؟ كندير شي 650 700. كندير قولوا حنا 700 درهم المترو. دابا البنات راه غلا، داك الساعه كان رخيص، دابا راه كلشي تزاد بالنسبه للبونج. اما طلامط ويا اخر يقولوا نقصوا حتى يخرجوا موديلات جداد. بالنسبه للبونج كلشي غالي دابا. المهم قال لي راجلي زعما يقدروا يكونوا زادوا مع هاد الغلا اللي كاين دابا، يقدروا يكونوا زادوا، ولكن بالنسبه للكوكانت الاوضاع العاديه يعني غادي يكونوا نورمالمون انهم هبطوا في الثمن، حيت راه عام ونص ولا عامين باش درناهم. عامين ونص ياك، عامين ونص. شنو اخر؟ هذه ما حسبتها لكمش البنات، نسيتها. هذه 35 فرانك، ولكن ما ننصحكمش تاخذوها حيت قالنا في الاول ما كتصداش، عامله فيها الورد من الداخل، قلنا ما كتصداش. وانا مع العين ما غسلتها لا بالماء لا حتى بشي حاجه، ولكن راه كتصدى واحد شويه انتما كتشوفون، يعني ما صدقاتش. وصافي بالنسبه للثمن كامل ديال الصاله بكل شيء شحال؟ 37000 درهم، يعني 3,700,000 درهم ديال هادشي كامل. ايوا وهذا ما كان البنات. المهم كانت هذه هي جوله في الصاله، نتمنى تعجبكم وتمنى تفيدكم بالنسبه للناس اللي خاصهم يفرشوا شي تفريشه جديده. ولا حيت انا ملي كنت كنفرش البنات كنت كندخل الفيديوهات ديال الجوله في الصالون ديالي، ولا جوله في حال ما بغيت نبدل الدوش دخلت كنت كندخل ديك جوله في الدوش، ولا باش كنعرف كناخذ افكار وستيلات وداكشي. فعلى داكشي بغيت نصور لكم هذا الفيديو باش تاخذوا فكره. وحتى لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد. دابا ندير معكم جوله في الحمام بعد ما صلحتو، غادي يعجبكم هذاك البنات، غادي يعجبكم. يلا البنات تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم.